نعم، بداية كنشكروا هذا القضاء الشامخ ببلدنا ووطننا الحبيب على نطقه بهذا الحكم الذي في تقديرنا كان صائبا لمجموعة من الاعتبارات اللي دلينا بها في الجلسة، وهو انعدام صفات وأهليات هذه الشركة، وبالتالي أن هذا الحكم بعدم القبول حدث واحد النوع ديال الاطمئنان لدى الساكنة الحمد لله، اللي شفنا البسمة على وجوههم، شفنا ديك البريق ديال الأمل في عيونهم، وبالتالي هذا بحد ذاته لنا حنايا كيحققنا واحد النوع من الارتياح الحمد لله، كيحققنا واحد النوع بأن المساطر ستأخذ مجراها بإذن الله تعالى، وهذه حلقة من بين حلقات اللي ممكن تكون داخل هذا الملف ككل. نعم، هذا المسألة أنه واش ممكن يعني شركة السنة في الملف من عدم وكيرجع للشركة، طبعا لها الحق في التقاضي وفي كل مراحل التقاضي وعن طريق درجات التقاضي. هذا المسألة كتبقى في علم الغيب، ما غنعرفوش احنا الشركة ما ستبديه الأيام المقبلة القادمة القريبة أو المتوسطة أو البعيدة، كتبقى هذه صلاحية القانونية في إطار الحق في التقاضي وجميع المساطر اللي كتشوفها هي مناسبة، هذا كيبقى حقها. احنا اللي كنقولوا بأننا مع السكينة في حقوقها المشروعة العادلة إن شاء الله في كل هذه الملفات. احنا بالنسبة للقضاء الاستعجالي قد ناقشنا مسألة عدم الاختصاص ومسألة عدم القبول، وبالتالي أدلينا مجموعة من الحجج. إذا المحكمة الموقرة مشكورة فعلا، اتضح لها من خلال الحجج أن فعلا هذه الشركة لا تملك الصفة ولا تملك الأهلية، وبالتالي فإن حتى الشروط الشكلية للتقاضي غير محققة، فبالأحرى أننا نناقشوا تملك هذه الشركة من عدمه، وبالتالي حتى نحققوا ديك الشروط الشكلية عاد ننتقلوا للموضوع ونناقشوا ديك الساعة الصلب الموضوع على كل مقام مقال. أنا الرسالة اللي كنوجهها لساكنة حومة الشوك أنني كنحييهم على يعني طبعا على صمودهم على طبعا يعني حسهم القانوني والحقوقي، والحمد لله كنقول لهم بأن الحمد لله هذه حلقة من بين الحلقات اللي فحال اللي قلنا ضد التقاضي. الساكنة مطمئنين الحمد لله، كنهنئهم بهذا الحكم، هذا اللي هو كيبقى حكم يعني داخل واحد الحلقة اللي هي عدم القبول كما قلنا، وبالتالي الحمد لله يطمئنوا يعيشوا حياتهم الطبيعية، أن الأمر عاد الأمر كما هو عليه. وفيما يتعلق بالمسطرة اللي تقدمنا بها بشكاية، طبعا لهم الحق أنهم يتبعوا المسائل ديالهم الشكاية ديالهم إلى أن تتضح الرؤية ويتضح أحقية الشركة من عدمه لهذا العقد. ملي كنقولوا غتستأنف، لا ملي كنقولوا كيتستأنف الملف بمعنى غيمشي للمحكمة للاستئناف، أنا ما عارفينش إلا توصلوا هاد الناس الموكلين ديالنا باستدعاءات للاستئناف ديك الساعة لكل مقام مقال إن شاء الله الرحمن الرحيم. لا طبعا احنا هذيك الحي كنتشرفوا باننا كنساندوهم، كنتشرفوا بهاد الناس اللي احنا جزء من هاد الاحياء الشعبيه اللي خلقت اللي كان عندها يعني كلمتها داخل المجتمع، اللي اسست واحد النوع من الاصول التجاريه داخل هاد الحي، اللي خلقت اوتور تبارك الله راه هما اللي مساهمين في الاقتصاد، اللي هما مساهمين في الاستقرار، وبالتالي ان هاد السكينه كنشوفهم بالعكس هما اللي كيحققوا الامن القانوني والقضائي من خلال انهم كيدافعوا على حقهم المشروعه.